بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ومده. فيه أي في هذا الباب عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا موسى، حدثنا وهيب، حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة ودعا لها، وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ودعوت لها في مدها وصاعها مثلما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة صلى الله عليه وسلم. حدثني عبد الله بن سلمة، عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة صلى الله عليه وسلم. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. الحكرة الاحتكار بالماء بالزاد بالطعام حتى يحتاج الناس إليه. حدثني إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يعني بغير كيل، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم. الذين يشترون الطعام من الذين يأتون بها منعوا أن يبيعوا ذلك في نفس المكان، بل ينقلوه إلى مكانهم. رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة، يعني بغير كيل، بغير كيل، يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم، أي ينقلوه إلى رحالهم. وذلك لأنهم لو باعوه في نفس المكان كأنهم باعوا الدراهم بالدراهم، فلا بد أن ينقل الطعام إلى مكانه. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاماً حتى يستوفيه. قلت لابن عباس رضي الله عنهما: كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم، والطعام مرجع، يعني مؤخر. قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله: مرجعون أي مؤخرون، وآخرون مرجون أي مؤخرون. حدثني أبو الوليد، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه. حدثنا علي، حدثنا سفيان، كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه قال:
من عنده صرف، فقال طلحة: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. الغابة اسم مكان. قال سفيان: هو الذي حفظناه عن الزهري، ليس فيه زيادة. فقال: أخبرني مالك بن أوس سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق أي بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني يدا بيد تأخذ وتعطي، لا يمكن أن أحدهما موجود والآخر مؤخر، لا، لا بد أن يكون يدا بيد. الذهب بالورق أي بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ واعطي في نفس المكان. والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني تقبض في نفس المكان. والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، يعني تأخذ وتعطي. والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني لا بد أن يكون كلاهما حاضر، لا يكون واحد حاضر والآخر غائب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: الحكرة حبس السلع عن البيع، أي تأخير بيع السلع حتى يغلى، فالاحتكار ممنوع. قال: لأن الاحتكار الشرعي إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع استغناء عنه وحاجة الناس إليه، لا يجوز لك أن تمسك الطعام عن البيع حتى يغلى، هذا ما يمكن، لأنه يضر الناس، فبيع طعامك متى ما كان، لا تحبسه حتى يغلى. باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض، لا تبع طعام حتى تقبضه وتنقله إلى مكانك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولا أحسب كل شيء إلا مثله، لا تبيع السلعة حيث اشتريت حتى تنقله إلى مكانك. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاماً فلا يبيعه حتى يقبضه. باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً يعني بدون كيل أن لا يبيعه حتى يؤويه إلى رحله، والأدب في ذلك. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافاً يعني بغير كيل، يعني الطعام الحبوب، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم، لا تبيعه في المكان الذي اشتريت حتى تنقله إلى مكانك. باب إذا اشترى متاعاً أو دابةً فوضعه عند البائع أو مات قبل أن يقبض. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حياً مجموعاً فهو من المبتاع أي من المشتري.
حدثنا فروة بن أبي المغراء، أخبرنا علي بن مسر عن هشام عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: لقل يوم كان يأتي علي النبي صلى الله عليه وسلم إلا يأتي فيه بيت أبي بكر رضي الله عنه أحد طرفي النهار، إما الطرف الأول أو الآخر، فلما أذن له في الخروج إلى المدينة، لما أذن الله له في الهجرة، لم يرعنا إلا وقد أتانا ظهراً الرسول عليه الصلاة والسلام، فخُيِّر به أبو بكر، فخُبِّر به أبو بكر رضي الله عنه، فقال: ما جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة إلا لأمر حدث. فلما دخل عليه قال لأبي بكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: أخرج من عندك، يعني إذا كان عندك أحد غير الأهل أخرجه، لأن هناك كلام سر. قال: يا رسول الله، إنما هم ابنتايا، يعني عائشة وأسماء رضي الله عنهما. قال: أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج، أي في الهجرة؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة، أي أنا أصاحبك. قال: يا رسول الله، إن عندي ناقتين من الإبل أعددتهما للخروج، فخذ إحداهما. قال: قد أخذتها بالثمن، أخذتها وأعطيك الثمن. باب لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له أو يترك. حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه. إذا كان أخوك يريد أن يبيع سلعة، فأنت لا تبيع على بيعه، لا تنادي الذي يريد الشراء إليك وتمنعه أن يأخذ من أخيك، هذا يسبب العداوة والبغضاء. لا يبيع بعضكم على بيع أخيه حتى يتفق أو يختلف. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد، الحضري لا يبيع للبدوي، البدوي يبيع ماله بنفسه، أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا. والنجش أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إذا كانت السلعة في الحراج من يزيد، فلا يجوز لك أن تزيد إلا إذا كنت تريد أن تشتري، أما إذا كنت لا تريد الشراء لا تزد. بعض الناس إذا كان عنده سلعة يريد أن يبيعها يجمع أصحابه فيزيدون، وهم لا يريدون الشراء لكن يريدون المصلحة لصاحبهم، فهذا لا يجوز. لا تزيد إلا إذا كنت تريد أن تشتري. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب أحد على خطبة أخيه. إذا خطب أخوك امرأة فأنت لا تخطب عليه حتى يتم أمرهما. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. لا يجوز للمرأة إذا خطبها رجل أن تقول: طلق زوجتك إن أردتني، لا يجوز لها ذلك. إن أحبت تتزوج وإلا فلا. لا تقول طلق زوجتك، لا يجوز لها أن تقول للرجل طلق زوجتك. باب بيع المزايدة، يعني بيع من يزيد كما هو في الحراج. وقال عطاء رحمه الله: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع
المغانم حدثنا بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا الحسن عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر، يعني قال لعبده إذا أنا مت فأنت حر، أعتق غلاماً له عن دبر، يعني قال لعبده إذا أنا مت فأنت حر، فاحتاج، ثم أن هذا الرجل احتاج، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه لأنه احتاج وهو حي، فالنبي عليه الصلاة والسلام باع ذلك العبد وأعطى الإنسان قيمته لينتفع به. لأنه قال إذا مت، فما زال حي ويحتاج يجوز أن يبيع ذلك العبد. باب النجش، وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، ومن قال لا يجوز ذلك البيع. وقال ابن أبي أوفى رضي الله عنه: الناجش آكل ربا خائن، وهو خداع باطل لا يحل، أي لا يجوز لك أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء وتضر الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخديعة في النار، لا يجوز للمسلم أن يخدع أخاه، ومن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا تزيد إلا إذا كنت تريد الشراء. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش، يعني أن تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء. باب بيع الغرر وحبل الحبلة. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يبتاعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور أي الإبل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، يبيع الناقة والثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة، إلى أن هذه الناقة تلد، ثم ذلك الولد يحمل وينتج. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا لأن هذا أجل غير معلوم، ما ندري متى الناقة تلد ومتى ولدها يلد، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا. كان الرجل يبتاع أي يشتري الجزور الإبل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا لأن هذا أجل غير معلوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقد أخرج مسلم رحمه الله النهي عن بيع الغرر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وابن ماجه رحمه الله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والطبراني رحمه الله من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، ولأحمد رحمه الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه رفعه: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. السمك في الماء لا تشتريه لأنك ما تدري هل تدرك ذلك السمك أو يفوتك، فهذا غرر، لا يجوز هذا البيع لأنه غرر، قد يدرك السمك وقد يغيب عنه.
فلا بد أن تكون السلعة حاضرة موجودة وأنت تقلبها وتنظر فيها، والغرر محرم. باب بيع الملامسة. قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى رجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه. هذه بيوع كانت في الجاهلية، إذا طرح الثوب عليك وجب البيع، ليس لك حق أن تقلب، وهذا غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك إذا لمست الثوب وجب البيع، لا حق لك أن تفتش، فهذا غرر نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فتشتري السلعة وتقلب وتنظر، فإذا عجبك تشتري. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الوهاب حدثنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهي عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد ثم يرفعه على منكبه، وعن بيعتين، اللماس والنباذ. نهى عن لبستين، أن يحتبي الرجل في الثوب الواحد، عليك إزار فقط، ما في سروال ولا شيء، فلا تحتبي، فإذا احتبيت الذي أمامك يرى عورتك، لا تحتبي في الثوب الواحد إلا إذا كان هناك ما يسترك. وكذلك بيع الملامسة، إذا لمست وجب البيع، هذا باطل. وكذلك المنابذة، إذا رمى إليك وجب البيع، هذا أيضا باطل. باب بيع المنابذة. وقال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى حدثنا معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبستين وعن بيعتين، الملامسة والمنابذة. فإذا كان عليك إزار فقط لا تحتبي، لأن ذلك تنكشف العورة أمام الناس. واللبسة الثانية أن تلتحف في الثوب، ما عليك إلا رداء تلتحف به ويدك داخل الثوب، فيكون الجنب هذا مكشوف تنكشف العورة، فهذا أيضا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن فيه انكشاف العورة. باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، يعني لا يحبس اللبن فيها ليبيعها ويخدع الناس. النهي للبائع أن لا يحفل، يعني لا يحبس اللبن في الضرع ويخدع الناس عند البيع، أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة والمصراة التي سري لبنها وحقن فيه وجمع فلم يحلب أياما. وأصل التصرية حبس الماء، يقال منه صريت الماء إذا حبست، فلا يجوز لك أن تحبس اللبن في ضرع الشاة إذا أردت البيع، فيظن المشتري أنها ذات لبن وهي في الواقع لبنها قليل. حدثنا ابن بكير حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم
فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحلبها، بعد أن يحتلبها، إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر. إذا باع إنسان شاة لبنها قد حبس، فالمشتري مخير بعدما يحلبها ويعلم أن لبنها قليل، إن رضي فبها، وإلا فله حق أن يردها إلى صاحبها ويرد معها صاعا من تمر، لأنه انتفع باللبن الذي كان في ضرعها. ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صاع تمر، أن يردها، يرد الشاة ويرد معها صاع من تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين رحمه الله صاعا من طعام، وهو بالخيار ثلاثة: الذي اشترى الشاة التي حبس لبنها له خيار ثلاثة أيام، فإن رضيها فبها، وإن لم يرضها يردها ويرد معها صاعا من تمر. وقال بعضهم عن ابن سيرين صاعا من تمر، ولم يذكر ثلاثا، والتمر أكثر، يعني أكثر الروايات صاعا من تمر. حدثنا مسدد، حدثنا معتمر، قال سمعت أبي يقول حدثنا أبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة، يعني حبس اللبن في ضرعها، فردها فليرد معها صاعا من تمر، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تلقى البيوع، أن لا يجوز لك أن تخرج من البلد وتشتري من الذين قدموا بأموالهم وهم لا يعرفون الأسعار، لا تخرج عن البلد، اصبر حتى يأتي الناس إلى السوق. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، لا تخرج من البلد إلى الخلاء وتشتري من الناس الذين لا يعرفون الأسعار، لا تلقوا الركبان، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، لا تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء، ولا يبيع حاضر اللباد، الحضري لا يبيع للبدوي، ولا تصر الغنم، ومن ابتاعها اشتراها وهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. باب: إن شاء رد المصرات وفي حلبتها صاع من تمر. حدثنا محمد بن عمرو حدثنا المكي أخبرنا ابن جرير قال أخبرني زياد أن ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصراتا، يعني لبنها محبوس في الضرع، فاحتلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، يرد معها صاعا من تمر، لأنه استفاد من اللبن الذي كان في الضرع. باب بيع العبد الزاني. وقال شريح: إن شاء رد من الزنا. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زنت الأمة، أي المملوكة، فتبين زناها فليجلدها، أي سيدها يجلدها 50 جلدة، الأمة 50، ولا يثرب، أي لا يعيرها، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بحبل من شعر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة، أي الأمة المملوكة، إذا زنت ولم تحصن يعني ولم تزوج، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير، يعني ولو بشعر مطفور. قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة، يعني قال: بيعوها. باب الشراء والبيع مع النساء يعني بالحجاب. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال عروة بن الزبير: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتري وأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. بريرة رضي الله عنها كانت أما مملوكة، وحصل بينها وبين أهلها كتابة: كم تريدون من المال أنا أعطيكم وأفك رقبتي. فقالوا: يريدون 9 أواق كل سنة وقية، والوقية 40 درهم من الفضة. فجاءت تطلب المساعدة من أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين قالت: أنا أدفع المبلغ كله وأعتقك. فقال أهلها: لا بأس، ولكن الولاء لنا. وهذا قول باطل، الولاء للمعتق، البائع استلم الثمن ليس له شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتري وأعتقي، فشرطهم باطل، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: ما بال الناس يشترطون شروطاً ليس في كتاب الله، من اشترط شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن اشترط 100 شرط شرط الله أحق وأوثق. فالولاء للمعتق، أما البايع فقد استلم الثمن. حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام، قال: سمعت نافعاً يحدث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ساومت بريرة، يعني تكلمت معها في الثمن، فخرج إلى الصلاة، فلما جاء قالت: إنهم أبوا، أي إن أهلها أبوا أن يبيعوها إلا أن يشترطوا الولاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. قلت لنافع: حرًا كان زوجها أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني، ولكن ثبت أن زوجها كان عبدًا. فلما اعتقت اختارت نفسها. باب: هل يبيع حاضر لباد بغير أجر، وهل يعينه أو ينصحه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له، ورخص فيه عطاء. أن الحضري لا يبيع للبلد للبدوي، ولكن يجوز للحضري أن ينصح البدوي، يقول له أن هذه السلعة ثمنها كذا وكذا، النصيحة جائزة، ولكن لا يبيع له. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان عن إسماعيل عن قيس: سمعت جريراً رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والسمع والطاعة، أي لولي الأمر، والنصح لكل مسلم. حدثنا السلت بن محمد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
لا تلقوا الركبان، لا تخرج من البلد إلى الفلات وتشتري من الناس الذين يقدمون، لأنهم لا يعرفون الأسعار، ولا يبيع حاضر اللبان، الحضري لا يبيع للبدوي. قال: فقلت لابن عباس رضي الله عنهما: ما قوله لا يبيع حاضر اللباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، أي لا يكون الحضري دلال للبدوي، بل البدوي يبيع حقه ما له بنفسه. باب من كره أن يبيع حاضر اللباد بأجر، يعني دلال بالأجرة. حدثنا عبد الله بن الصباح، حدثنا أبو علي الحنفي من قبيلة بني حنيفة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال: حدثني أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر اللباد. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما: الحضري لا يبيع البدوي، البدوي يبيع ما له بنفسه. باب لا يشتري حاضر اللباد بالسمسرة، أي يكون دلال. وكرهه ابن سيرين وإبراهيم للبائع وللمشتري، وقال إبراهيم: إن العرب تقول بع لي ثوبا، وهي تعني الشراء. حدثنا المكي بن إبراهيم قال: أخبرني ابن جريج عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبتع المرء على بيع أخيه، أي لا تبع على بيع أخيك. إذا كان إنسان يريد أن يشتري من جارك، لا يجوز أن تناديه وتفسد على أخيك. لا يبتع المرء على بيع أخيه، ولا تناجشوا، أي لا تزيد في السلعة وأنت لا تريد الشراء. ولا يبيع حاضر اللباد، الحضري لا يبيع للبدوي. حدثني محمد بن المثنى، حدثنا معاذ، حدثنا ابن عون عن محمد قال: أنس بن مالك رضي الله عنه: نهينا أن يبيع حاضر اللباد. باب النهي عن تلقي الركبان وأن بيعه مردود، لأن صاحبه عاصٍ آثم إذا كان به عالمًا، وهو خداعٌ في البيع، والخداع لا يجوز. إذا خرج الرجل من البلد واشترى من الذي قدم بالمال، ولكن اشترى منه برخص، فهذا خداع، فإذا وصل إلى السوق له حق أن يرجع. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا عبيد الله العمري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التلقي وأن يبيع حاضر اللباد. حدثنا عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: ما معنى قوله لا يبيع عنا حاضر اللباد؟ فقال: لا يكون له سمسارا، أي دلال. حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثني التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله رضي الله عنه قال: من اشترى محفلة، أي شاة قد حبس اللبن في ضلعها، فليرد معها صاعا. قال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع، لا تخرج من البلد وتشتري من الذين قدموا وهم لا يعرفون الأسعار. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تلقوا السلع حتى يهبط بها إلى السوق، حتى يصلوا إلى السوق، لا تخرج خارج البلد وتشتري منهم، اصبر حتى يأتي إلى السوق وتشتري مع الناس. باب منتهى التلقي
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نتلقى الركبان فنشتري منهم الطعام، فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام. قال أبو عبد الله رحمه الله: هذا في أعلى السوق، ويبينه حديث عبيد الله، يعني انتظر حتى يصل إلى السوق. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال: كانوا يبتاعون الطعام في أعلى السوق فيبيعونه في مكانه، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه. باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، يعني إذا كان الشرط مخالف للشرع فلا يعمل به. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة، أما مملوكة اسمها بريرة رضي الله عنها، فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق، يعني سيدها وافق أن يأخذ منها 9 أواق في كل عام أوقية ثم تفك رقبتها، فأعينيني. طلبت من أم المؤمنين عائشة المساعدة، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني دفعة واحدة، ويكون ولاؤك لي، فعلت. فذهبت بريرة رضي الله عنها إلى أهلها فقالت لهم، فأبوا ذلك عليها، قالوا: الولاء لنا. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة رضي أم المؤمنين رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، شرطهم باطل. ففعلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال الرجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تشتري جارية، يعني بريرة رضي الله عنها، فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق، شرطهم باطل. باب بيع التمر بالتمر. حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس سمع عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني تأخذ وتعطي بالتماثل، صاع بصاع، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، يعني تأخذ وتعطي، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، أن يكون متماثل وأن يكون يدا بيد. باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. حدثنا إسماعيل، حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب بالكرم بالعنب كيلاً، الكرم العنب، يعني لا يجوز بيع التمر بالتمر إلا متماثل، لا أزيد حبة واحد، وكذلك
البر الزبيب بالعنب لا يجوز، لأنه غير متماثل، لا بد أن يكون متماثل لا زيادة ولا نقصان، وأن يكون يداً بيد. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، قال: والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. فلا يجوز بيع التمر بالتمر ولا العنب بالزبيب، لأنه غير متماثل. قال: وحدثني زيد بن ثابت أن النبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. إذا كان إنسان عنده تمر ما عنده دراهم وهو يريد الرطب، فلأجل الحاجة الرطب الذي فوق النخلة يخرصه خارص الذي يعرف المقادير، يقول أن هذا الرطب كذا كذا صاع، فهذا الذي عنده تمر يعطيه تمر بموجب ما قال الخارص، لأجل الضرورة يجوز هذا، وإلا فبيع الرطب بالتمر لا يجوز إلا في هذه الحالة، وأن يكون دون 5 أوسق. باب بيع الشعير بالشعير. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أخبره أنه التمس صرفاً ب100 دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، أيعطيك الدراهم حتى يأتي الخازن؟ وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، يعني لا يجوز هذا حتى يكون الفضة موجودة يداً بيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يعني تأخذ وتعطي، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، يعني تأخذ وتعطي، متماثل، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، إذا كان متماثلاً ويداً بيد. باب بيع الذهب بالذهب. حدثنا صدقة بن الفضل، أخبرنا إسماعيل بن علي قال: حدثني يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني مثلا بمثل ويدا بيد، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم، يعني الذهب بالفضة يجوز لأن الذهب غير والفضة غير، لكن يدا بيد. وأما إذا كان ذهب بالذهب لابد من تماثل لا زيادة ولا نقصان. باب بيع الفضة بالفضة. حدثنا عبيد الله ابن سعد، حدثنا عمي، حدثنا ابن أخي الزهري عن عمه قال: حدثني سالم ابن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدث مثل ذلك حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: يا أبا سعيد، ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سعيد رضي الله عنه في الصرف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب مثلاً بمثل، يعني لا يكون زيادة ولا نقصان، والورق بالورق، أي الفضة بالفضة، مثلاً بمثل، ويداً بيد. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا،
ولا تبيع الورق الفضة بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا أي تزيدوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، لابد أن يكون حاضر بحاضر، لا أحدهما حاضر والآخر غائب. باب بيع الدينار بالدينار نساء أي دينا. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا ابن جري قال أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: الدينار بالدينار ذهب، والدرهم بالدرهم فضة. فقلت له: فإن ابن عباس رضي الله عنهما لا يقوله. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: سألته فقلت: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته بكتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. يعني إذا كان هذا الذهب حاضر والذهب الآخر مؤجل هذا ربا، لا يجوز أحدهما حاضر والآخر مؤجل، بل لا بد أن يكون كلاهما حاضر يدا بيد مثلا بمثل. باب الورق الورق بالذهب أي الفضة بالذهب نسيئة أي مؤجل. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا المنهال قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهما رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول: هذا خير مني، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، الذهب موجود والفضة مؤجلة لا يجوز، لابد يدا بيد. باب بيع الذهب بالورق الفضة يدا بيد. حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا يحيى بن أبي إسحاق، حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، يعني بالميزان لا يكون أحدهما زائد، وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف شئنا، لأن الذهب نوع والفضة نوع، يجوز أن يكون هذا أكثر من هذا، لكن يدا بيد، والفضة بالذهب كيف شئنا، لأنها اختلف الذهب والفضة، لكن يدا بيد. باب بيع المزابنة وهو بيع التمر بالتمر، وبيع الزبيب بالكرم أي بالعنب، وبيع العراية. قال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. المزابنة بيع الرطب بالتمر، والمحاقلة بيع الحب في السنبل بالحب اليابس. حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا ثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيعوا الثمر بالتمر، لا يجوز بيع الثمر حتى يصلح للأكل يحمر أو يصفر، ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله بن زيد عبد الله عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العراية بالرطب وبالتمر، ولم يرخص غيره. العراية إنسان مشتهي الرطب وعنده تمر، ما عنده دراهم، فلأجل الضرورة الرطب الذي على النخلة يأتي الخراص الذي يعرف المقادير يقول: الرطب هذا كذا كذا صاع، فالذي عنده تمر يعطيه بقدر ذلك صاع،
بالصاع لأجل الحاجة، وأن يكون أقل من 5 أوسق، وأما غير ذلك فلا يجوز بيع الرطب بالتمر. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلاً، وبيع الكرم العنب بالزبيب كيلاً. لا يجوز بيع الرطب بالتمر، ولا يجوز بيع العنب بالزبيب لعدم التماثل. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل، والمحاقلة كذلك الحب الذي في السنبل بالحب اليابس لعدم المماثلة، لا يجوز لعدم المماثلة. حدثنا مسدد، حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها لأجل الحاجة، وأن يكون دون 5 أوسق. باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، حتى يصلح للأكل، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار من الذهب أو الدرهم الفضة إلا العرايا. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال سمعت مالكا وسأله عبيد الله بن الربيع أحدثك داود عن أبي سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق؟ قال نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال قال يحيى بن سعيد سمعت بشيرا قال سمعت سهل بن أبي حزمة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبا. وقال سفيان مرة أخرى إلا أنه رخص في العرية يبيعها أهلها بخرصها يأكلونها رطبا. قال هو سواء. قال سفيان فقلت ليحيى وأنا غلام إن أهل مكة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في بيع العرايا، فقال وما يدري أهل مكة؟ قلت إنهم يروونه عن جابر رضي الله عنه، فسكت. قال سفيان إنما أردت أن جابرا رضي الله عنه من أهل المدينة. قيل لسفيان أليس فيه نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه؟ قال لا، لا يجوز بيع الثمر حتى يصلح للأكل يحمر أو يصفر. باب تفسير العراية. وقال مالك رحمه الله العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. رجل عنده نخيل فأعطى لرجل نخلة، فهذا الرجل صار يدخل ويخرج يأخذ من النخلة، ثم تأذى صاحب البستان، فلأجل الضرورة جاز أن يخرص الخارص الرطب الذي على النخلة كم صاع ويعطيه من التمر
بقدر تلك الصاع وينتهي الأمر لأجل الضرورة، وإلا فبيع الرطب بالتمر ممنوع إلا في هذه الحالة لأجل الضرورة، وأن يكون أقل من 5 أوسق. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد.